اخباركم ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب يلا حضرتك مصطفى كتب اسمه ورقم تسجيله، يلا كل الشباب يكتب اسمه ورقم تسجيله، يلا. امتحان ال 12 امتى يا دكتور؟ انا هقول لكم دلوقتي ان شاء الله الاسبوع اللي جاي عندنا امتحان، الاسبوع ال 12 هيكون في ميعاد المحاضرة، والامتحان عايز اسألكم هل ينفع انتوا عندكم فاضيين يوم الحد الساعة 2:30؟ لا يا دكتور، عندي محاضرات يا دكتور. عندك محاضرات؟ طيب خلاص، خلينا كلنا في كل فصل، عايز اضمكم لفصل تاني، بس خلاص طالما انتوا عندكم محاضرات في اليوم ده يبقى خلي كل فصل على حدة. طيب يبقى احنا ميعاد الامتحان بتاعنا يوم الاثنين الجاي الساعة 2:30 زي ما احنا في ميعاد محاضرتنا احنا ان شاء الله، تمام؟ هيبقى على زوم وكلنا نبقوا جاهزين وهنفتح الكاميرات كل حاجة. انا بقول لكم من دلوقتي ليه؟ عشان كل حاجة تبقى واضحة بالنسبة لك وتبقى انت مستعد. طيب اللي من فين لفين؟ من اول ما اخدنا لغاية ما هنقف النهاردة. تاني، الامتحان منين؟ من اول الكورس بتاعنا لغاية ما هنقف النهاردة، تمام؟ مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير يا عم فارس. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. اكتب اسمك ورقم تسجيلك يا فارس، يلا. حاضر يا فندم. طيب يبقى تاني الامتحان الاسبوع ال 12 ان شاء الله، ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في ميعاد المحاضره من اول الكورس بتاعنا لغايه ما احنا هنقف النهارده، تمام؟ والامتحان سهل وبسيط، بس انا عايزكم تبقوا انتوا ايه؟ جاهزين، ومش عايز حد ايه يتأخر عشان ما يرجعش يقول لي انا ايه ما حلتش، ما لحقتش، ما عملتش كده. وكلنا هنبقى على زوم وكلنا فاتحين الايه، فاتحين الكاميرا ومتابعين زي الامتحانات اللي احنا تعودنا عليها خلاص. وان شاء الله الموضوع بسيط وسهل، بس عايزكم ايه تراجعوا. دي الايه المعلومه المهمه اللي انا عايز ابلغكم بيها. المعلومه مهمة جدا، في معلومة تانية مهمة جدا جدا جدا. الشيتس دلوقتي انت هيبقى عندك شيت واحد واثنين وثلاثة واربعة. في ناس بعتت شيتات قبل كده، واحد او واحد واثنين او واحد واثنين وثلاثة، تمام؟ يبقى انا كل واحد عنده فرصة اخيرة لغاية يوم الاثنين اللي جاي يبعت الشيتات اللي هي من واحد الى اربعة. اللي مستغني عن درجاتهم ما عنديش مشكلة، براحته، بس انا شايف انك انت لما هتذاكر تحل الشيت عشان تتعرف على الاسئلة تاني ويبقى الدنيا واضحة بالنسبة لك، وفي الحالة ديت يبقى انت ذاكرت وطبقت كمان، تمام؟ حضرتك كان في اساينمنت للامتحان بتاع الايه ال 12، تمام؟ نعم. وحضرتك كنت مدي اساينمنت يا دكتور يا عم صلاح؟ ايوه دكتور. ايوه، الشيتات اللي قبل كده اللي هي شيت واحد واثنين وثلاثه، بعد كل محاضره كنت ببعت المحاضره والشيت بتاعها. طيب يبقى احنا كده النقطتين اللي انا عايز اكد عليكم فيها، يوم الاثنين الجاي عندنا امتحاننا، امتحان الاسبوع ال 12، ويوم الاثنين انت اخر فرصه ليك انك انت تبعت مين الشيتس اللي عليك او الاساينمنتس اللي عليك، تمام كده؟ خلاص. يا فندم انا عندي استفسار بعد اذنك. نعم. حضرتك طب الامتحان السابع اللي انا ما دخلتوش، انا فارس حلواني يا فندم. ايوه. ايه الحل فيه؟ لا ده احنا دي ملناش يد فيها، يعني احنا ما يعني فعلا فعلا مش ما نقدرش نلعب دلوقتي في درجات السابع ولا كلام من ده خالص. عشان الامتحان السابع انا بلغت حضرتك ان انا ما كنتش عارف.
طيب ما انا، طب انا اعمل ايه؟ انا ما عنديش صلاحيه ان انا، ولا بتوع الفيزياء كمان ما عندهمش صلاحيه، ما حدش ليه صلاحيه دلوقتي ان هو يعدل درجه الاسبوع السابع. لا مش تعديل حضرتك، انا قلت انا فارس ان انا ما امتحنتش اصلا الامتحان السابع، انت قلت لي طيب فيه اعاده. وبعدين يعني انت تتخيل دلوقتي لو انا هعمل، يعني انت متخيل ان انا هعمل لك امتحان للسابع وهغير لك تجيب زي ما تجيب الامتحان، وبعدين انا احط لك درجة في امتحان السابع ازاي؟ ما حضرتك يا فندم انا كلمتك وقلت لي انه في اعاده للامتحان انا وانا قلت خرجت لا ايه لا 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 لا، اثبت اثبت اثبت. انا حضرتك مالك الكلام على الواتس يا فندم، لو انت مش فاكر وماله، هات هتشوف الواتس بعدين. دلوقتي. انا ما وعدتش، انا قلت لك هستشير بتاعت الفيزياء هل ينفع ولا لا. انا ده اللي انا قلته، لكن انا ما اجزمتش ان انا اعمل لك امتحان، مستحيل مستحيل، لان انا تمام عارف كويس. لا لكن الكلام ده لا، ما غير صحيح، وما ينفعش ان انا اعمل لك امتحان سابع لوحدك الا اذا كان بموافقة العميد. هات لي موافقة من رئيس القسم او العميد واعمل لك بدل الامتحان 2 و10. ورئيس القسم، رئيس القسم الدكتور عمرو ثابت. لا الدكتور عمرو ثابت هو المدرس بتاع الفيزياء، مادة الدكتور احمد الفيزياء، سعد نوفل. لكن ورئيس انت لازم تروح القسم عندك في ملاحة وتقول احكي له مع الحدوتة بتاعتك بس. تمام ماشي. ولو رئيس القسم شايف ان فعلا نعمل لك امتحان للدرجة اللي انت تجيبها، هو يبقى مسؤول عن فتح السيستم. ليه؟ لان انا فاهمك حاجة، امتحان السيستم خلاص تم رصد الدرجات بتاعته، احنا تمام لينا صلاحية ان احنا نعدل درجة فيها لازم بموافقة العميد. تمام فهمت. العميد فدلوقتي انا ما عنديش صلاحية ان العميد يقول لي افتح ولا اقفل. لما لو العميد قال كده خلاص اهلا وسهلا، نعمل لك امتحان والدرجة اللي تجيبها فيها ساعتها ايه نحطها لك ونعدل الدرجة بتاعتك بس. دكتور لو سمحت، لو تمام حابب تروح بقى لرئيس طب القسم حضرتك الرقم، العميد، لان انا في السعوديه زي ما حضرتك عارف، فلو رقم العميد او رقم الرئيس حرمت يعني. لا انا ما عنديش فكرة، ما اعرفش بقى انتوا عندك في كلية النقل البحري مين. طيب انا انت شكرا ممكن تتواصل دكتور لو تشوف. نعم يا دكتور، هو الدعاء النشر هيبقى امتى يا دكتور؟ ما اصل بصراحة صعب ان كل واحد يدخل متأخر احكي له الحدوتة تاني يا عم محمد. مش هو حضرتك قلت الساعة 3 والساعة 3 و4 دقايق بالظبط او 6 دقايق؟ يعني والله يا عم النت بس الكلية بطيء قوي، وانا يا عم دخلت والله يا دكتور اقسم بالله. طيب تاني اخر كلام كلكيت اخر مرة، ماشي الاسبوع يا اللي دكتور، جاي ان شاء الله يوم الاثنين الجاي ان ربنا احيانا امتحان الاسبوع ال 12 في ميعاد المحاضرة بتاعتنا اللي هي طب اخر الساعة 2 ونص. لو اخر طلب بقى، نعم ابعت لنا بس الحاجه اللي يعني المتريال اللي احنا هنمتحن فيه على الجروب بس حضرتك مشكورا، اسأل عشان نلحق. حضرتك مشكورا، راجع زمايلك الناس اللي متابعة في الجروب، انا كل حاجة منزلها على الجروب، الناس اللي متابعة تبعت لك تمام اللي انت تمام عايزه، تبعت لك المحاضرات القديمة، تبعت لك التسجيلات القديمة، تبعت لك الشيتات القديمة، كل ده مع زمايلك. طيب دكتور، هو الامتحان هيبقى زي الامتحان اللي فات كده ام سي كيو؟ كل حاجة، الامتحان هيكون فيه ام سي كيو، فيه ساينتفك تيرم، فيه ما كتابة، تمام فيه يا كل دكتور، ألف حاجة. شكر ألف شكر. معلش يا دكتور، معلش سؤال صغير تمام بس. أكتب نعم اسمي بقى في الشيت ولا لسه؟ مش الوقت. يا اكتب اسمك في أكتب الشات اسمي يا في الشيت بابا، ولا مش الوقت؟ اكتب يا بابا اسمك في طب الشات، يا اسمك في الشات. لو سمحت يا دكتور، هو حضرتك كنت بتبعت الاسايمنتات فين بس؟ معلش الاساينمنتس او الشيتات كلها على الجروب بتاع الواتساب. تمام، احلها وبعد كده ابعتها في البرايفت ولا فين؟ تبعتها لي على البرايفت. اوكي تمام ماشي يا دكتور. تمام كده. دكتور، الامتحان ال 12 ده جاي تشابتر اللي هو 4 ده واللي هناخده النهارده، ولا جاي ايه بالظبط؟ قلتها برضو بس هقولها تاني، امتحان الاسبوع ال 12 يوم الاثنين الجاي في ميعاد المحاضرة الساعة 2 ونص، دي رقم واحد. رقم اتنين، الامتحان من اول الكورس بتاعنا لغاية ما هنقف النهاردة. رقم ثلاثة، مطلوب انك انت تحل الشيتس كلها واحد واثنين وثلاثة واربعة وتبعتهم لي على الواتساب. اخر ميعاد لان انا هستقبل منك الشيتات ديت هو يوم الامتحان الجاي يوم الاثنين بس. ها
في يا حاجة. دكتور، طب بعتهم لك قبل كده، بعتهم تاني؟ لا طبعا، اللي بعت انا كل واحد منكم عندي الفايلات اللي هو بعتها تمام عندي. اللي بعت تمام واحد قبل كده يبعت بقى اتنين وتلاته واربعه، اللي بعت اتنين يبعت تلاته، اللي بعت واحد واتنين وتلاته يبعت اربعه بس. تمام طب كل واحد وشيت عارف أربعة هو بقى بعت حضرتك ايه. هتبعت لنا وهو ال الامتحان هو شيت أربعة حضرتك هتبعت لنا موديل أنسر بعد كده ولا إمتى؟ ربنا يسهل في نهاية بقى الكورس كله بقى، ما نشوف الوضع شكله إيه. هو تمام. هو امتحان 12 لحد شيت 4 دكتور صح؟ آه إن شاء الله. بإذن الله ماشي يا دكتور، بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله ماشي يا دكتور طيب. تمام. المحاضرة بتاعتنا النهاردة بقى محاضرة بسيطة وسهلة وخفيفة. استكمال للصور بتاعة الكروجن اللي احنا درسناها قبل كده. خدنا كام صورة من صور الكروجن، الفورمز اوف كروجن، خدنا كام واحدة؟ خدنا قبل كده ثلاثة. طب هم كام واحدة؟ هم أربعة. أفكركم كده تاني بيهم كلهم، هرجع المحاضرة. هم دول الصور بتاعة الكروجن. خدنا أول واحدة اللي هي اتموسفيريك كروجن، خدنا الجلفانيك كروجن، خدنا الديفرنشال اريشن كروجن، النهارده هناخد البيتنج كروجن. تمام؟ فاحنا خدنا الثلاثه دول قبل كده، النهارده هناخد الايه؟ البيتنج كروجن. بسيط وسهل. ده الجلفانيك وده المين؟ الديفرنشال اريشن، والنهارده هناخد مين؟ البيتنج كروجن. يعني ايه كلمه بيتنج؟ كلمه بيتنج يعني النقر او الحفر، حفر. يعني كلمه بيت او بيتس او سمول بيتس يعني نقر او حفر. يعني ان بيحصل ادي سطح المعدن اهو، لو انت شايف كده سطح المعدن يحصل نقرة هنا، يعني حفرة كده تمام، او نقرة كده تمام. يبقى سطح المعدن مليان نقر وحفر زي ما انت شايف كده. بص كده، شايف الحفر ديت، شايف النقر ديت كده، هو ده عبارة عن البيتن كروجن. يحصل حفر او نقر او ايه، او ثقوب كده في الايه، بص في سطح المعدن تمام. زي الصورة دي كده، بص كده اهي، ده كده حصل ايه اهو، المعدن حصل فيه ايه؟ نقر. بيتنج هنا نقر او ايه، او حفر تمام. طب ده ايه بقى؟ قال لك طب استنى نعمل ايه لو احنا عندنا قطعتين معدن، قطعتين من الحديد اهي، قطعة من الحديد اهيت اهي، الايرن ده حديد اهو، وده كمان حديد ايرن اهي، نفس القطعة هنا، بس سطح المعدن بتاعت قطعة الحديد ديت very smooth. يعني ايه smooth؟ ملسة، ناعمة. ناعم ناعمة جدا، ما فيهاش أي شوائب، مش خشنة تمام؟ ناعمة جدا. سطح المعدن التاني ممكن يبقى فيه ايه؟ خشن، رف، يعني الرفنس عالي. واحنا قلنا قبل كده كل ما تزيد الرفنس مور رفنس مور كروجن. طيب، او بنلاقي في بعض الايه، الشوائب تمام، او بنلاقي ايه، بعض الشوائب. فبالتبعيه وسيبنا الايه، المعدنين، المعدن الحديد ده، قطعه الحديد ديت وقطعه الحديد دي للهواء. وجينا بعد اسبوع اتنين او تلاته بنبص على قطعتين المعدن دول، هنلاقي ايه؟ هنلاقي المعدن اللي هو سطحه كان املس وناعم وسموس، لقيت عليه كروجن على سطح المعدن كله. يعني سطح المعدن كله عليه كروجن على سطحه كله. طيب التاني اللي هو فيه شوائب او فيه حتت خشنه وحتت ناعمه، هلاقي ايه؟ هلاقي نقر على سطح المعدن، وهنا مفيش حاجة. نقر على سطح المعدن والناحية التانية مفيهاش حاجة.
الله، ايه الفرق بين دي ودي؟ قال لك المعدن اللي هو سموث، السطح بتاعه ناعم وسموث وتمام التمام، ده بيحصل كروجن على سطحه كله، بنسميه ايه الكروجن ده؟ اوفرول كروجن. اوفرول كروجن يعني كروجن على السطح كله. احيانا بنسميه هوموجينيوس كروجن، يعني تآكل متجانس. ده على السطح كله. طيب الحالة الثانية، قطعة الحديد الثاني اللي احنا لقينا فيها نقر، ده بنسميه ايه؟ بيتنج كروجن، يعني ايه؟ تآكل بالنقر. احيانا بيسموه ايه؟ كونسنتريتد كروجن، يعني ايه؟ تآكل مركز. مركز. احيانا بيسموه لوكالايزد كروجن، يعني ايه؟ تآكل محلي، في نفس المحل ده او في نفس المكان ده. طب يبقى التعريف بتاع البيتن كروجن ايه؟ تعريف بسيط، بيقول لك الكروجن از كونسنتريتد، يعني ايه كونسنتريتد؟ مركز. ات سام بليسز، يعني موجود ومركز عند بعض الاماكن. اند از ليس ان اذرز، يعني مركز في حتت في اماكن معينه واقل في حتت تانية، مش مفيش خالص، لا اقل. طيب بيكون ايه؟ بيكون حفر، نقر. بيتس ار فورمد. طيب اتس ا فورم اوف لوكالايزد كروجن، يبقى لوكالايزد كروجن، كونسنتريتد كروجن، بيتن كروجن نفس المعنى. وده عباره عن ايه؟ سمول بيتس اور هولز، يبقى عبارة عن نقر أو حفر صغيرة أو فتحات صغيرة. هو ده الإيه الفرق ما بين الأوفرول كروجن وما بين مين؟ ها؟ البيتنج كروجن. مفهوم كده؟ طيب نبص على الصور كده، دي الصور اللي احنا شفناها. بص بقى هنا كل ده بيحصل بيتنج هول، أهي فتحة أهي، نفس الكلام. هنا نقر حفر صغيرة، فكل ده بنسميه بيتنج كروجن. طيب ايه هي اسباب البيتنج كروجن؟ ايه الاسباب؟ ايه الاسباب؟ ايه اللي بيخلي ان يحصل بيتنج كروجن؟ عندنا اربع اسباب. اربع اسباب. السبب الاولاني بيقول لي ايه؟ نون هوموجينيتي of the metal surface. يعني ايه non homogeneity؟ يعني عدم تجانس سطح المعدن. ما احنا لسه في السلايد اللي قبلها قلنا ايه؟ المعدن ده املس يعني متجانس، او سموث يعني homogeneous. المعدن سطح المعدن التاني ده في شوائب، في شوائب، يعني مش متجانس، صح كده؟ يبقى ايه النون هوموجينيتي؟ عدم تجانس سطح المعدن بسبب وجود الايه؟ The presence of impurities. هو ده السبب اللي يخلي يحصل بيتين كروجن. طب ايه السبب التاني؟ قال لك برضو نون هوموجينيتي of external environment. يعني ايه؟ يعني البيئة المحيطة غير متجانسة. يعني ايه؟ أدي لك مثال، إن لو أنت جبت العربية بتاعتك وركنتها تحت البيت بتاعك، فلقيت ضلة كده حلوة جميلة تحت البيت، لقيت شجراية حلوة كده أو تندة حلوة، فركنت العربية تحتها، بس للأسف التندة دي ولا الشجرة مش مغطية العربية كلها، مش مغطية العربية كلها، مغطية حتة منها. طب لو نزل مطر او لو شمس او فيعني بمعنى اصح العربيه في جزء منها معرض للبيئه والشمس والمطر، والجزء الثاني مستخبي تحت الشجره او مستخبي محمي تحت مين؟ الشجره او تحت التنده. يبقى ده الاكسترنال انفايرمنت او البيئه المحيطه الخارجيه
ما هياش متجانسة على سطح المعدن بتاع العربية. يبقى معنى كده العوامل البيئية المحيطة ديت بتأثر على الجزء اللي متعرض ليها أكتر من الجزء اللي هو إيه المستخبي تحت الإيه الشجرة أو تحت مين الضليلة التانية دي. يبقى non-homogeneity of metal surface, non-homogeneity of external environment. دول سببين. طب السبب الثالث والرابع ليه علاقة بمين؟ بالإيه؟ بالأوكسايد لير اللي بتتكون. مش إحنا اتفقنا لو أنا عندي سطح المعدن كده وسبته معرض للظروف الجوية بيتكون إيه؟ بيتفاعل سطح المعدن مع أكسجين الجو، صح كده؟ ومع بخار المية، بيتفاعلوا مع سطح المعدن هنا وده بيتفاعل مع سطح المعدن. ايه اللي بيتكون الكروجن بروتكت ده؟ اللي هو ايه؟ الاوكسايد لاير، صح كده؟ اللي هي طبقه الاكسيد، اوكسايد صح كده؟ لاير طبقه اكسيد المعدن. لو المعدن ده حديد يبقى ايه؟ ايرون اكسيد الحديد. لو الومنيوم يبقى الومنيوم اوكسايد، لو زنك يبقى زنك اوكسايد. يبقى ايه؟ البرودكت ده او الاوكسايد لاير. لو الاوكسايد لاير اللي اتكونت ديت انسوليبل، يعني ايه انسوليبل؟ يعني غير قابله للذوبان، غير قابله للذوبان. ديت تساعد اكتر على حدوث الايه؟ البيتنج كروجن. يبقى السبب الثالث ان الكروجن برودكت اللي هي الاوكسايد لاير may be insoluble، ان هي تكون غير قابله للذوبان. طب ايه كمان؟ قال لك ان الاوكسايد لاير ديت برضو مالها؟ is not uniform not perfect، يعني غير متجانسه. يعني ايه غير متجانسه؟ يعني هنا اوكسايد لاير وممكن يكون في امبيورتيز تانية تسبب لي ايه؟ نوع تاني من الايه؟ الاوكسايد لاير. ويبقى هنا عدم تجانس الايه؟ الاوكسايد لاير. طيب يبقى ايه هم الاسباب اللي ممكن تخلي سطح المعدن يحصل عليه بيتنج كوروجن؟ عندنا كام سبب يا شباب؟ اربع اسباب. اتنين منهم نون هوموجينيتي واتنين له علاقه بالاوكسايد لاير. تعال نقولهم تاني: نون هوموجينيتي اوف ميتال سيرفيس، نون هوموجينيتي اوف اكسترنال انفايرمنت. هنا ايه؟ ذا اوكسايد لاير از اور ماي بي انسوليبل، ذا اوكسايد لاير از نوت يونيفورم اور نوت بيرفكت. دول الاربع اسباب السهلين البسيطين بس. يبقى انت مالكش دعوه بالكلام اللي تحت، انا شرحته لك. يبقى انت لازم تبقى عارف ايه الاسباب: واحد اتنين تلاته، الايه الاخير الرابع. ممكن اقول لك اكتب باختصار اسباب البيتن كروجن، يبقى تكتب لي العناوين بس، اكتب لي العناوين بس، مش عايز منك تكتب اكتر من كده. نون هوموجينيتي اوف ميتال سيرفيس، نون هوموجينيتي اوف اكسترنال انفايرمنت، ذا اوكسايد لاير ماي بي انسوليبل، ذا اوكسايد لاير از نوت يونيفور. هم دول الاربع اسباب. طيب في بقى حاجه تانية اسمها فاكتورز affecting the pitting corrosion، يعني العوامل اللي بتساعد على زيادة أو نقصان الـ pitting corrosion. إيه هي؟ قال لك بص بقى، استنى، أنت عارف مواسير مثلا المية أو مواسير الصرف الصحي أو المواسير عامة؟ المواسير دي بتتأثر بالـ pitting corrosion. يبقى أنا لو عندي الماسورة، لو أنا عندي ماسورة مية، الماسورة المية ديت أهي
لو انا رسمت لك كده الماسوره بتاعت الميه او مواسير الميه او مواسير الصرف الصحي، مالها بقى؟ اهي كده مثلا الماسوره كده، اللي بيبقى ماشي فيها مين؟ يا اما الصرف صحي، يا اما بترول، يا اما مواد كيماويه، يا اما الميه. طيب قال لك ايه؟ عندي عامل اول وعامل تاني. ايه هم العاملين دول اللي ممكن يخلوا الماسوره دي يحصل فيها بيتن كروجن او لا؟ قال لك ايه؟ الفلويد اللي جوه ده، الفلويد يعني السوائل اللي جوه او الموائع بيسموها كده، تمام؟ لو انا عندي الميه ديت او الاويل او اي مواد كيماويه ماشيه جوه، عندك حالتين. لو المواد ديت ماشيه بسرعه سريعه يعني بتجري جوه، هل انت متخيل يحصل بيتن كروجن ولا اوفرول كروجن لو سرعه الليكويدز دي سريعه قوي؟ اوفرول اوفرول يحصل ايه؟ اوفرول يا دكتور. اوفرول، برافو، يحصل اوفرول. يعني ايه؟ كان بالظبط السائل ده اللي هو بيجري جوه كانه بيعمل ايه؟ بيمسح الايه؟ الماسوره كلها وهو بيجري كده، كانه بيمسح، بيمسح الايه؟ السطح الداخلي للماسوره. يعني ده اوفرول، صح كده؟ طيب لو كان السائل ده ماشي ببطء، يعني سرعه السوائل ديت بطيئه، يحصل ايه؟ اوفرول كروجن، بيتنج، يحصل بيتنج، بيتنج، صح كده، يحصل بيتنج كروجن. يبقى تعالى نلخص الحدوته. بيقول لك as the velocity of fluid decrease، يبقى لما السرعه ديكريز، يعني ايه ديكريز؟ يعني السهم بتاعها او يقل اهو كده، هرسم السهم يقل، الالكترولايت اللي جوه، الالكترولايت اللي هو مين؟ الميه او الصرف الصحي او البترول او المواد الكيماويه، بتبقى نون هوموجينيوس، بطيئه بقى. لذلك البيتنج كروجن انكريز، يبقى السرعة بتقل، البيتنج يزيد. طيب العكس، as the velocity increases، السرعة بتجري بسرعة، يبقى المحلول اللي جوه ده بقى homogeneous، متجانس، يبقى البيتنج decreases، البيتنج decreases، والاوفرول ماله؟ انكريز. مفهومه الحته دي؟ يبقى الفيلوستي انكريز، البيتنج ديكريز، الاوفرول انكريز، مفهومه؟ دكتور معلش، هو مكتوب قبل بيتنج ايه اند بيتنج ايه كروجن؟ هنس دي يعني ايه بقى؟ بالظبط. لذلك إذن يعني معناه إذن، تمام. لذلك ولذلك أو إذن، مفهوم؟ تمام يا دكتور. طيب يبقى ده العامل الأولاني اللي هو مين؟ الفيلوستي. يبقى عامل السرعة هو بيأثر، كل ما كانت الفلويدز أو اللي هي السوائل زي مين؟ زي ما احنا قلنا، زي المية، زي الصرف، زي الاويل، زي المواد الكيماويه اللي ماشيه في المواسير، كل ديت كل ما بتزيد السرعه كل ما الاوفرول يزيد كل ما البيتنج يقل، والعكس طبعا صحيح. طب العامل الثاني المهم بقى، افرض احنا عندنا مواد ليها درجه حموضه معينه حامضيه، فاكرين كنا عندنا حاجة اسمها بي اتش سكيل، يعني ايه؟ مقياس البي اتش. فاكرين البي اتش ده اللي هو مقياس الحموضة والقلوية، كان بيبدأ من الصفر وبينتهي في 14، وهنا في النص عندنا ايه؟ 7.
قال لك ايه اللي من صفر لسبعة في المقياس، يبقى دي المادة دي حامضية أسيدك، صح كده؟ أسيدك، التأثير حمضي. طيب من سبعة إلى أربعتاشر ها قلوية، الكلاين، الكلاين، تمام؟ أو بيزك يعني تأثير قاعدي، تمام؟ قال لك إيه؟ أما بقى سبعة ديت يعني المحلول لو هو البي اتش بتاعته سبعة يبقى ده نيوترال، يعني متعادل، نيوترال. طيب إيه علاقة الإيه؟ البي اتش البيتن كروجن؟ هلخصها لك في جملتين. البي اتش كل ما بتزيد في الاتجاه ده من صفر، واحد، تلاتة، تسعة، اتناشر، اربعتاشر، يبقى بتمشي في الاتجاه ده بتزيد، يبقى كل ما بتزيد البي اتش كل ما البيتنج ماله؟ البيتنج يزيد. الاتنين علاقة طردية، ده يزيد ده يزيد. عشان تفتكرها وتحفظها، بي بتاعت البي اتش والبي بتاعت البيتنج، كل ما تزيد البي اتش كل ما تزيد البيتنج، عشان تحفظها وتفتكرها على طول. بي 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 اتش بيتنج، يزيد البي اتش يزيد معاه البيتنج، ده باختصار شديد. طيب يبقى احنا كده النهارده خلصنا، بس نعمل مراجعه سريعه. النهارده اخذنا ايه؟ خدنا الكروجن، التاكل بالحفر، التاكل بالنقر بتاعه ده مهم جدا. الكروجن is concentrated at some places and A is less in others. طب بيعمل ايه؟ forming ها بيتس، بيكون. ازي حضرتك يا دكتور؟ بإذن حضرتك يا دكتور. نعم انا ابراهيم يا دكتور، بس كان عندي مشكله في النت ولسه شاحن دلوقتي يا دكتور. تمام تمام يا دكتور. ماشي يا ابراهيم، اكتب اسمك ورقم تسجيلك. تمام يا دكتور. دكتور وحضرتك قلت البي داش دي معناها بيتنج الايه؟ البي داش، بي داش بيز اخر حاجه وحضرتك قلتها معناها بيتنج. بيتنج البي اتش يعني ايه؟ الباور اوف هيدروجين، دي درجه الحموضه، دي اسمها درجه الحموضه. ايوه بي اتش، تمام. كل ما بتزيد درجه الحموضه كل ما تزيد البي اتش، كل ما تزيد البيتنج. يعني البي اتش دي نفس المعنى اللي هي معناها البيتنج، صح كده ولا ايه يا حبيبي؟ لا، البي اتش دي اسمها درجه الحموضه، الباور هيدروجين، الاسيديتي يعني، تمام؟ تمام. والبيتنج اسمها بيتنج. تمام تمام تمام. كل ما بتزيد درجه الحموضه اللي هي بين قوسين بي اتش، كل ما بيزيد التاكل بالنقر اللي اسمه بيتنج. تمام يا دكتور. هو كده؟ طب هو دكتور يعني، طب سؤال تاني معلش. دكتور، درجه الحموضه بتزيد لو وانا رايح ناحيه السبعه ولا العكس؟ طب البي اتش بتزيد ازاي؟ من الصفر ثم الواحد ثم السبعه ثم التسعه ثم ال 14. مش احنا رسمنا البي اتش سكيل؟ تمام. انا قصدي عشان عندي سبعه متعادل يعني، فانا تمام. طيب يبقى الحاله دلوقتي، الحاله الاولانيه اللي احنا رسمناها ايه يا شباب؟ اهي اهي، احنا رسمنا هنا المحلول بيمر بثلاث مراحل. المرحله ادي صفر اهو، هنا سبعة، هنا أربعتاشر. لو المحلول ده حمضي هنا حمضي، صح كده؟ وهنا المحلول متعادل، وهنا المحلول قاعدي، صح كده؟ وهنا المحلول نيوترال، مظبوط؟ نيوترال إن. طيب عندي ثلاث محاليل، محلول حمضي ومحلول متعادل ومحلول قلوي.
الثلاثة دول رحت جاي واخدهم وحطيت فيهم قطعة معدن في كل واحدة. مين اللي يحصل له تآكل أكتر هنا؟ أو لو آسف عندي ثلاث مواسير، الثلاث مواسير مصنوعين من الحديد مثلا، الثلاث مواسير مصنوعين من الحديد. الماسورة الأولانية مشيت فيها محلول حمضي، الماسورة الثانية مشيت فيها محلول متعادل، الماسورة الثالثة مشيت فيها محلول قلوي. يعني البي اتش بتاعتهم بتزيد كده من الحمضي إلى المتعادل إلى القلوي. مين أكتر ماسورة يظهر فيها البيتين كوروجن؟ الثالثة دكتور قلوي. نعم الثالثة الثالثة صح. ليه الثالثة؟ عشان فيها البي اتش او المحلول ده تأثيره على حاجة، البي اتش بتاعته عالية يبقى بتزيد فيها البيتين كوروجن. يبقى كل ما بيزيد البي اتش كل ما يزيد معاه البيتنج، مفهومة؟ بس كده. طيب يبقى احنا كده خلصنا الاشكال والصور بتاعت البيتين كوروجن اللي هي الصورة الرابعة او الشكل الرابع من الكوروجن، واحنا هنقف عند كده والامتحان بتاعنا هيقف عند الحتة دي. ماشي كده دكتور؟ دي المحاضرة اللي حضرتك بعتها على الجروب الاسبوع اللي فات صح كده؟ برافو عليك يا عم حسام، انا مش محتاج ابعت لك المحاضرة دي تاني، بس هبعت لك التسجيل بتاعها. تمام. وهبعت لك انت الشيت بتاعها ده عندك. بعته. فانا بعت المحاضرة ذات نفسها وبعت الشيت، هبعت لك الفيديو بس عشان لو عايز تتفرج عليه تاني. هبعت لك الفيديو ده. تمام يا دكتور. مفهوم كده؟ تمام. بس كده. في حد مش فاهم حاجة؟ لا مش فاهم حاجة. الامتحان بس، هو لمدة الامتحان هتبقى ساعة ولا اكتر؟ ان شاء الله غالبا هتبقى ساعة بس كفاية. تمام مش يعني بقى كم ساعة دكتور؟ جوجل فورم ولا ايه؟ نعم؟ هتبقى جوجل فورم برضو؟ لا مش هبقى جوجل فورم، عشان الامتحان هيكون فيه اسمه ده اسئلة مقالية هتكتب. يعني ده كده همتحن على الورد كده ولا همتحن برا؟ لا هتكتب، تحل في ورقة، تحل في ورقة وتكتب فيها اسمك. تمام. يبقى هتبقى محضر ورقة وقلم وتحل وتصور وتبعت. ايوه يعني حضرتك هتبعتهم على جوجل مثلا الامتحان واحنا نحلوه بعد ما نصوروه نبعتوه لحضرتك على؟ لا، الامتحان هيبقى زي المحاضرة كده، هعرض لك الأسئلة سؤال سؤال وتخلصه، كل سؤال هياخد وقت وأشيل وأحط السؤال اللي بعد منه وتحل، وبعد ما تحل هتخلص في وقت محدد، تكتب اسمك طبعا على الورقة ورقم تسجيلك، وتصور الورق اللي انت حليت فيه ده بالبرنامج بتاع مين؟ كام سكانر. كام سكانر، وتبعت لي بي دي اف، مش عايز صور، تبعت لي بي دي اف ملف واحد فقط باسمك انت. تمام. بس تمام. في حاجه بس مش فاهمها دكتور، حضرتك بتقول هبعت لك سؤال سؤال، حضرتك خش مع حضرتك زوم وكل واحد فينا هيخلص، حضرتك هتعمل السؤال بعديه ولا مش فاهم؟ معلش المحاضرة النهاردة دي مش كل سلايد كان فيها معلومة؟ تمام. طيب السلايد الأولانية دي فيها السؤال الأولاني، هياخد مثلا 10 دقايق خلاص؟ 10 دقايق ونخلص. السلايد بعدها هيبقى فيها سؤال تاني 10 دقايق وتخلص، وهكذا. خدت بالك؟ يعني مش كل واحد هيبقى مع نفسه يعني. ده كل واحد، كل طالب هيحل لوحده. فاهم يعني مثلا الامتحان مش هيبقى مبعوت لي مثلا على الكلاس روم وافتحه واقعد احل وبعد كده اعمل سبميت في الاخر وابعته لحضرتك؟ لا كل لا لا، ده انت قدامي وهتبقى فاتح الكاميرا كمان واخر جمال. طب يا دكتور. نعم حبيبي. لو سمحت حضرتك الطريقه دي يعني ما بتنفعش قوي، لان حكايه سؤال سؤال دي يعني افرض انا حضرتك سؤال عايز اقوله للاخر الكلام ده.
لو ينفع حضرتك تعرض لنا الامتحان كله فاهمني حضرتك، ويبقى احسن يعني. ده كده يبقى احسن افضل يعني، عشان انت ما يحصل لكش تشتت، وهديك فرصة هعرض لك الامتحان كله تاني، ولو انت عايز تعمل مراجعة يبقى دي مراجعة، تعمل مراجعة تاني ما تقلقش. تمام 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 يعني هتحل سؤال سؤال يخلص، وبعدين بعد ما نخلص كله كله هديك فرصة امر عليهم تاني عشان تتأكد من الإجابات بتاعتك وتعمل ريفيجن، وهنظبط لك الدنيا ما تقلقش. تأكد يا حبيبي أنا معاك مش ضدك، والله والله أنا مش ضدك. أنا فاهم والله يا دكتور، بس أنا بتكلم أنا عايز أساعدك في نقطة. أنا دلوقتي مثلا في سؤال ما عرفتوش فعايز أسيبه للآخر أشوف السؤال اللي بعده، هضطر إن أنا أستنى لما زمايلي مثلا يحلوا السؤال ده كده فاهم حضرتك، وكده الوقت هيضيع مننا أنت لو في سؤال ما عرفتوش يعني. اكتب اللي أنت تعرفه أو اكتب السؤال ساعتها، وبعدين نرجع تاني أما نرجع لك ريفيجن. سيبوها لغاية لما نيجي إيه، لغاية يوم الاثنين الجاي وقت الامتحان إن شاء الله. ماشي يلا بالسلام. في حد عنده أي استفسار أو مش فاهم حاجة أو كده؟ تمام. طيب هو يا دكتور هيكون بقى كله مسائل ولا في ام سي كيوز؟ انت خدت مسائل؟ ايه يا دكتور؟ انت خدت مسائل؟ لا لا يا دكتور. اما هجيب لك مسائل ليه؟ لا هو انا تقريبا سمعت غلط بس. طيب دكتور هنكتب اسمنا تاني ولا هو مرة بس؟ لا انا اللي هاخد الغياب دلوقتي بقى. طيب تمام. طيب اللي يسمع اسمه يدي التمام ويخرج. يلا مصطفى احمد عسل. يا مصطفى فين؟ مصطفى عسل فين؟ هو دكتور كتب اسمه تاني وخرج، فهو وكده ايه خرج زي كل محاضرات يعني. هو كان معانا يا دكتور بس هو لسه طالع اصلا، لسه طالع من دقيقتين بالظبط. ليه هو لسه طالع؟ هو فكر ان المحاضرة خلصت تقريبا مع نفسه كده يعني. ما هو لما حضرتك قلت كده خلاص فهو طلع، فكر المحاضرة طلع، تكلمه خليه يخش دلوقتي. بلغوه تحياتي. تمام يا دكتور. طيب ادي كده واحد في الصندوق اهو. يلا بس هو كان موجود يا دكتور والله. طب وماله حبيبي؟ وانا قلت له انا خلصت وانا مشيت. ها انا مشيت، اشمعنى انت موجود؟ ما مشيتش ليه انت؟ ما مشيتش ليه؟ ما ترد عليا يا عم. اسف يا دكتور. طب يبقى مصطفى احمد مصطفى عسل خرج. طيب صلاح محمد صلاح. تمام يا دكتور. اتفضل يا صلاح يخرج. تمام. محمد أيمن رمضان الزقزوق. تمام يا دكتور موجود. اتفضل يا محمد أيمن. محمود محمد إبراهيم. أيوة يا دكتور مع حضرتك. اتفضل يا محمود عارف. مينا عماد أنور. تمام يا دكتور. يلا اتفضل يا مينا. محمد صلاح محمد عبد العال. تمام مع حضرتك يا دكتور. اتفضل يا محمد. فارس هاني. فارس هاني. يا عم فارس. فارس. تمام يا دكتور. يلا اتفضل يا فارس. تمام. عصام محمد حسن. تمام يا دكتور. اتفضل يا عصام. محمود سعيد. تمام يا دكتور موجود. اتفضل يا محمود. حسام الدين إيهاب. حسام. حسام. بلغوه تحياتي برضو حسام. محمد محمد مسعد. تمام يا دكتور مع حضرتك. اتفضل يا حبيبي. أسامة أحمد عبد المحسن. تمام يا دكتور مع حضرتك. اتفضل.
محمود سعيد عبد الله. محمود سعيد عبد الله. بلغوه تحياتي برضو. محمد السيد مصطفى. تمام حضرتك انا معاك. ماشي اتفضل يا محمد. ابراهيم مصطفى العزب. ابراهيم مصطفى العزب. احمد عبد الخالق. تمام يا دكتور موجود. ماشي اتفضل يا ابو حميد. محمود محمد ابراهيم. محمود محمد ابراهيم عارف. هو كتب اسمه مره تانية ده عارف، ده كان موجود عارف قبل كده. مين عماد ده كاتب اسمه تاني. مصطفى احمد عسل تاني كاتب اسمه تاني. محمد 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 مسعد العليمي. يا محمود محمود غريب انت ولا مين اللي باقي؟ انا محمود غريب اللي فاضل يا دكتور. يا محمود انت ما كتبتش اسمك في الشات؟ لا ما كتبتش اسمي لان انا محاول من فصل تاني. انا حولت امتحنت السبع وحولت على طول، دي اول محاضره ليا مع حضرتك كنت باخد مع دكتوره. علشان كان في مشكله كده بيني وبين الدكتور بتاع المارين سيفتي فنصحوني يعني بان انا احول من عنده، فلما حولت الجدول بتاعي كله اتغير. طب يا محمود غريب انت هتنتظم معانا يعني؟ انا ما بغيبش ولا محاضره يا دكتور. طيب اكتب اسمك في الشات يا بابا. حاضر يا دكتور اكتب حضرتك اسمه. حاضر. ورقم تسجيلك يا بابا. حاضر يا دكتور. وبين قوسين اكتب لي معلش كده اول محاضره. حاضر يا دكتور. كده تمام يا دكتور ولا اكتب حاجه تاني؟ محمود غريب عبد الحميد محمد. تمام يا محمود بالسلامه ان شاء الله. اول محاضره فعلا. ماشي. تمام كده دكتور. شكرا حبيبي اتفضل حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام.